عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي طلبة وطالبات الصف السادس الإعدادي، النهاردة نستعرض إجابات كتاب الشرح بالكامل، كتاب الجيم 2024، بداية من يونت 1. نبدأ بسم الله تعالى، نستعرض طبعا الإجابات. بيت الإجابات دي إجابة المحادثة طبعا، بسأل عن الزمن بوين أو وات تايم، فعل مساعد فاعل والفعل في المصدر. إجابة القطعة الدرس الخامس والسادس، الفوكاب محادثة برضو. Shall we play sport؟ لسه الاقتراح. I am not sure. Number two. I am afraid I can't walk well. لا أستطيع أن أمشي بشكل كويس. What about going to the museum؟ برضو الاقتراح. ماذا عن الذهاب لكذا؟ Let's play computer game. هيا نلعب طبعا إيه، لعبة الكمبيوتر والحاسب الآلي. وهنا طبعا محادثة. بقيت يونت 1. يونت 2 الدرس الأول والثاني، الفوكاب. إجابات طبعا القاعدة، either or neither nor و both وبوث اوف ونون. إجابة المحادثة have you got good jackets؟ هل لديك طبعا جاكيت جيد؟ ويسأل عن النوع أو اللون هنا. What color would you like؟ ما النوع طبعا أو ما اللون اللي أنت تودّه. It's nice. It's 500 pounds. طبعا number 5. Thank you. باقي الإجابات الدرس الثالث، الدرس الأول والثاني يونت 3، الدرس الخامس والسادس، تيست طبعا اختبار على طبعا على يونت 3، الدرس الخامس والسادس أيضا. يونت 4 الدرس الأول والثاني، محادثة برضو هنا على يونت 4 الدرس الأول والثاني، اختبار. انا بنزلها مش طبعا للنقل فقط، ولكن طبعا لتصحيح الاخطاء.
برضو اختبار على يونت 4 الدرس الخامس والسادس. اختبار على يونت 4 تيست او اجابات. الباراجرافات طبعا ان شاء الله انا منزلها على القناة كلها بالتفصيل وشرح ازاي تكتب الباراجراف. دي طبعا اجابات يونت 5. طبعا الباراجرافات يعني ايه ازاي تكتب الباراجراف، وكمان ان انت تتبع علامات الترقيم، كمان تكتب جمل سهلة وبسيطة ومش معقدة، تسيب طبعا مساحات بين كل كلمة وكلمة، كمان تعمل على تحسين خطك. كل الباراجرافات على القناة كلها إن شاء الله مشروحة بدون طبعا مقدمات أو خاتمة. وحل وشرح طبعا كل الاختبارات على كل واحدة من كتاب الملحق 2024. تيست على طبعا يونت 5. يونت 6 الدرس الأول والثاني الفوكاب طبعا على القاعدة طبعا لمايت وماسنت should و shouldn't و have to و has to و might. unit 6 الدرس الأول والثاني أو اختبار عليهم. الدرس الثالث والرابع في unit 6 كلمات. هذا العمل ليس للنقل فقط ولكن طبعا للمراجعة والتأكيد من إجاباتك الصحيحة. درس الثالث والرابع في يونت 6 الفوكاب. able to and have to has to could couldn't نذكر حضراتكم طبعا بالنسبة للباراجرافات أي باراجراف عايزين طبعا تتعلموا ازاي تكتبوا عنه ابعتوا لي طبعا في التعليقات ونكتبه إن شاء الله مع بعض بإذن الله تعالى. طريقة بسيطة جدا يعني إن شاء الله. في النهاية أتمنى لكم التوفيق والنجاح بإذن الله تعالى. طبعا اختبارات على طبعا الوحدة طبعا الستة في الدرس الرابع والخامس والسادس. طبعا اليونت 4 5 و 6